سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه ان شاء الله احسن ثلاثه المهن اللي ممكن الطلبه ديال البيولوجي انهم يخدموا فيها، ابتداء من باك بلس ا حتى الدكتوراه ديالو. ناخذ مثال في باك بلس ا، ناخذ مثال ان شاء الله في الليسونس، وناخذ مثال ان شاء الله في الدكتوراه، فاهمين؟ نتمنى انكم تبارطاجوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تشتركوا في القناه وتخليوا لنا شي جيم، ولا عندكم اي سؤال خليوه لنا في لي كومونتير باش هكا نقدروا نجاوبكم على جميع التساؤلات ديالكم ان شاء الله. بالنسبه للطلبه اللي انتريسي وباغيين يجيبوا نقاط اللي مزيانه، كنديروا لي كور دو سوتيان باثمنه مناسبه جدا. تواصلوا معنا على الواتساب باش هكا نقدروا نشرحوا لكم اكثر. جميع الموديولات متوفره وباثمنه اللي معقوله ومناسبه جدا. تواصلوا معنا على الواتساب باش هكا كيف ما قلت لكم نشرحوا لكم اكثر. المثال اللي نقدروا نبداو به بباك بلس 1 هو الشرطه العلميه. الشرطه العلميه يعني كتبغي دي السيمستر ديالك الاول والسيمستر الثاني، وكيولي عندك ديبلوم ديال باك بلس 1 كتاخذ فيه واحد لاتيستاسيون. كيخرج كونكو ديال البوليس كتدفع عليه عادي بروش باش مفتش الشرطه. الا تقبلتي ان شاء الله فراك كتمشي للمدرسه، مدرسه الشرطه يعني المعهد الملكي للشرطه اللي كاين اظن في قنيطره. كدوز ستاج ديالك عادي، وتما كدوجو كيدوزو ديزان ديال الشرطه العلميه ديال الخياله وانسي دو سويت. وملي كيعرفوا انه عندك ديبلوم ديال البيولوجي فراه كيانفيتيوك باش انك دوز كونكور ديال الشرطه العلميه. واضح؟ دونك في الاول كدوز كونكور على انك مفتش الشرطه، وإلا كان عندك لي كومبيتون هذا فراه كدوز كونكور ديال الشرطه العلميه في المدرسه ولا في الوقيته ديال ستاج، فاهمين؟ يعني ما كاينش من الاول تختار الشرطه العلميه. بالنسبه للمثال الثاني هو تيكنيسيان دو لابوغاتوار، وغنفضل انكم تدوزوه بالليسونس من الاحسن، سواء لابوغاتوار ديال لي زاناليز او لابوغاتوار ديال لي ميديكامون، سواء لابوغاتوار ديال التحاليل او لابوغاتوار ديال الدواء. علاش قلت لكم غنفضل لكم انكم يعني ما تخدموا فيهم حتى تاخذوا الليسونس ديالكم، باش في الوقيته اللي غتكون انت كتقرا في العام الاول والعام الثاني والعام الثالث تكون كدوز دي ستاج وتكون كتعلم وكتستافد وتتعرف دير. لانه الا خدمتي غير بالدوك ولا خدمتي باك بلس ان فغيكون الصالير اللي طايح بزاف، ومغاديش تكون عارف بزاف ديال الحوايج. فاللهم دوز بزاف ديال لي ستاج في بلايص اللي مختلفه وتعلم بزاف ديال لي تكنيك باش هكا تقدر تخدم بواحد الصالير اللي محترم. واخر حاجه اللي هو التعليم العالي، يعني تولي ان شاء الله استاذ جامعي، علاش لا؟ غير هو الشرط ضروري خاص تكون عندك الدكتوراه، ويعني الماده ولا الموديل اللي غادي تكون تتقري فغيكون على حساب التخصص ديالك. واضح؟ ما يمكنش انت عندك يعني تخصص مثلا في الليمينولوجي وغتقري لا جيولوجي. هي ممكن ماشي ممكنش، ولكن نادره وبزاف. بالنسبه كيفاش تولي استاذ جامعي، كيف ما قلت لكم ضروري تكون دكتوره. الجامعات كيكون عندهم خصاص، كيخرجوا واحد الكونكور، كدوز الكونكور ديالك عادي. الا نجحتي فراك كتولي استاذ جامعي، واول رتبه كتبدا بها هي استاذ مساعد. هادو هما ثلاثه ديال المهن اللي بانوا لي مزيانين بلا بيولوجي. غير هو هادشي كامل كيبغي النقطه ضروري، فديروا لي في جهتكم باش انكم ان شاء الله تفاليدوا بنقاط اللي مزيانه. وكنتمنى لكم الخير يا ربي، والله يسر لكم والله يوفقكم. الا كان عندكم اي سؤال خليوه لينا في الكومنتير باش هكا نجاوب عليه.